دكتور احمد، عايز اخدك للنادي الاهلي، والحقيقه عايز اناقشك في موضوع الشناوي، لان الشناوي بيتعرض لانتقادات كبيره غير مبرره حقيقه يعني. انا عايزك تقول لي بقى القصه. وبصراحه يعني انا قلت الكلام ده في الماتش اللي فات، لولا وجود الشناوي الاهلي اتغلب. الشناوي يعني واقف على رجله، ازاي الجول كيبر يقدر ان هو يعمل المعادله دي؟ لان في ناس تعرف كويس قوي، في ناس جول كيبرز كويسين ما بيعرفوش يعملوها. لا يبقى بتهرب منهم يعني. شخصيه هو احنا عايزين نتفق من كاس العالم روسيا، والشناوي يعني محافظ على حاجات كويسه جدا فنيا وفي الاتزان وفي التلقي، لانه انت اصلا يعني هو الحارس الكبير اللي هو يعني بيحافظ، يقدر يحافظ على اتزان ويقدر يحافظ على ان هو يخرج من اي مشكله بسرعه. فهو عنده الحته دي، لان طبعا انا الشناوي يمكن مرنته وعنده 15 سنه او 14 سنه. شخصيته شخصيه قويه جدا ومناسبه جدا لفرقه كبيره، حتى لما لعب في فرق غير فرق النادي الاهلي اكبر المسؤولين في النادي الاهلي ان هو يرجع. ده مش من فراغ يعني. واحنا لما خدنا قرار انه يبدا في كاس العالم كان مستغرب يعني، لانه اول مباراه دوليه ليه في حياته. اول مباراه كانت ضد اوروغواي في كاس العالم. بجد كانت اول مباراه؟ اول مباراه دوليه رسميه. لان احنا لعبنا في الكامب 3 4 5 مباريات، بس اول مباراه رسميه كانت اوروغواي. وشفنا الشخصيه، انا شخصيا يوميها ما نمتش ولا دقيقه. ليه؟ انا كنت متحمل مسؤوليه القرار بالذات من الحضري قاعد بره. انت فاهم طبعا. نمت بعد المباراه كويس جدا وعمل ماتش كبير. شال كره تقريبا. وانا كل ما اجي انام الاقي قدامي كافاني، الاقي قدامي سواريز، الاقي قدامي الحاجات التقيله دي. بس بالنسبه لأ، انا ما اعرفش، انا دايما بحس ان الجول كيبر يعيش في الجيم احسن وقدامه فرقه جامده بتهاجم عليه. يعني انا لو الظروف ساعدت، ما ممكن انت تبقى عندك خطا في اول دقيقه. ماشي. بس يحصل يعني ديستورشن بقى، يحصل حاجه. بس دي هل حسبتي دي صحيحه؟ يعني الجول كيبر لما بيبقى في الجيم والناس بتروح عليه والناس بتجيله من هنا، بتخليه عايش الجيم وتخليه في اصناف يعني. في واحد يتخض ويتهرب منه، في واحد يعمل اللي انت بتقول عليه ده. الشناوي عنده الشخصيه دي. طبعا. انا الشناوي بيفكرني الى حد ما بدخية، لان دخية انت شفت اخطاء دخية السنه دي عامله ازاي؟ لا، او في السنين اللي فاتت بيتعرض لانتقادات كتيره جدا طبعا. بس لما الفرقه ظبطت النهارده دخيه واحد من اهم الاسباب. دايما انا اقول ايه، ان حاله الفريق بتاثر على حاله الحارس والعكس. لانه انت البوشنج النفسي او الحاله النفسيه اللي انت بتاخدها من الفريق، او انت اطمنت ان الفرقه بتكسب وعامله حاجه كويسه والناس كلها في البوزيشنز كلها مأديه واجباتها وزي الفل، فانت بتهدى من البلد يعني. والعكس، هما لو شافوك انت يعني قلقان وما انتش موفق برضو بتاثر على طبعا، بتهز الناس اللي قدامك.